بس انا عايز اقول لكم، يمكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان احنا نشاهد مشاهد قاسيه جدا جدا. بنتكلم في النهارده باكتر من 25,000 شهيد من المدنيين، تقريبا تلتينهم من النساء والاطفال في القطاع، واكتر من 60,000 مصاب، وتدمير كامل للقطاع كله. انا بقول الكلام ده يعني بستدعي بيه ايه؟ بستدعي بيه قد ايه احنا بنواجه ظروف على حدودنا، الحدود بتاعتنا الغربيه والشرقيه والجنوبيه. اوعى تفتكروا ان الامور دي بتعدي وما بيكونش ليها تاثير علينا ولا تاثير على اقتصادنا. كل حدث من دول بيبقى ليه تداعيات. يمكن الفيلم اللي كان بيتعرض من شويه عن احداث 25 يناير اتكلم عن صعوبات واجهتها الدوله اثناء الاحداث الصعبه اللي مرت، وعمليه اقتحام السجون والناس اللي هربت وكده. لكن ما تنسوش ان كمان كان من ضمن الحاجات اللي اتعملت هي محاوله تقليب الراي العام على الدوله، تقليب الراي العام على الدوله، او بشكل بسيط قوي للناس كلها اللي بتسمعني، يعني يبقى احنا وانتم،